ثورة جمهورية أتت من يمين اليمين وأحدثت أزمة لم تشهدها أمريكا منذ 234 عاماً. مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري تنص على عزل رئيسه كيفن ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية بفارق 6 أصوات غالبة، ما يجسد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري. ما هي خطيئة ماكارثي؟ هذا الانقلاب قاده عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري أيضاً مات غيتس، الذي وصف ماكارثي بأنه مخلوق المستنقع، متهماً إياه بأنه صعد إلى السلطة من خلال جمع أموال فوائد خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات. غيتس الذي قاد الانتفاضة الجمهورية اتهم ماكارثي بعدم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمت معه يناير الماضي. الديمقراطيون بدورهم اعتبروا ماكارثي غير جدير بالثقة بعد خرق اتفاق بشأن الإنفاق مع الرئيس جو بايدن، كما أغضبهم قراره إعطاء الضوء الأخضر لإجراء تحقيق بشأن عزل بايدن. بينما يرى محللون أن الخطأ الذي أطاح بماكارثي تغييره اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أتاح لأي عضو أن يقدم مشروع قانون لعزل رئيس المجلس. ما الذي سيحدث الآن؟ مؤقتاً تم تعيين عضو في فريق القيادة هو النائب باتريك ماكهنري، ويتوقع أن يتم التصويت على المنصب غالباً خلال هذا الأسبوع، ولم يتضح من سيكون الخلف. أما مصير ماكارثي فقد حدده غريمه غيتس بأمرين لا ثالث لهما. الأول، لن يكون ماكارثي رئيساً لمجلس النواب الأمريكي. الثاني، سيبقى ماكارثي رئيساً للمجلس لكن بما يرضي الديمقراطيين. إلا أن ماكارثي أكد خلال مؤتمر صحفي أنه لا ينوي الترشح للمنصب رغم الدعوات لطرح اسمه مرة أخرى. ويذكر أن وصول ماكارثي لرئاسة المجلس كان أيضاً سابقة في التاريخ السياسي الأمريكي، لم تحدث منذ 160 عاماً، حيث انتخب للمجلس بأغلبية بسيطة بعد 15 محاولة تصويت. برأيكم، هل سيحقق ماكارثي سابقة ثالثة ويعود إلى المنصب؟